مساء النور والبركة. النشرة الأخبارية من تلفزيون سما إليكم أبرز عناوينها. إقبال جيد، تسوية أوضاع العشرات من المواطنين في محافظات دير الزور والرقة وحلب. شرطة الاحتلال تعتدي على المصلين والمستوطنون يقتحمون باحات الأقصى. الجيش الروسي يعرض على المتحصنين في مصنع أوزوفستال الاستسلام، وكيف تمنع قواتها المحاصرة في ماريوبول من التفاوض. احتفلت الطوائف المسيحية في سوريا التي تتبع التقويم الغربي اليوم بعيد الفصح المجيد، عيد قيامة السيد المسيح رسول المحبة والسلام، بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس ودور العبادة. وفي ظل دخول أحياء في مدينتي الحسكة والقامشلي يومهم التاسع من الحصار الذي تفرضه ميليشيا قسد، تعيش المدينتان ظروفا إنسانية صعبة في ظل فقدان مادة الخبز وتوقف عمل المولدات، فيما ترأست القسيسة ماتيلدا صباغ أول صلاة دينية في عيد الفصح المجيد بتاريخ سوريا بعد أيام من رسامتها رئيسا للكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية بالحسكة. بالصلوات والقداديس دونت القسيسة ماتيلدا صباغ اسمها كأول سيدة سورية تترأس قداسا دينيا كنسيا في عيد الفصح بصفتها رئيسا للكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية في الحسكة، وسط أجواء من الفرح والمحبة والإلفة مع الثقة بقدرة المرأة على تقلد مختلف المهمات. المرة الأولى التي أقوم فيها بخدمة القيامة المجيدة كقسيسة، يعني لطوال 6 سنوات كنت أقوم فيها كواعظة كمسؤولة عن هذه الكنيسة كخادمة، ولكن اليوم بهذه الرتبة الكنسية كان هذا الأسبوع المقدس هو الأسبوع الأول التي أقيم فيه الأسرار المقدسة، كان فيه رهبة ورعدة وفخر وامتياز والشرف، وكان في اختبار لعمق محبة الله لي أنا قبل الآخرين، وهذا الشيء سوري، هذا الشيء دائما سوري بامتياز، لأنه حتى هلأ خلال الأزمة السورية شفنا حضور المرأة، وحتى شفنا توجه سيادة الرئيس بأن المرأة هي مشاركة للرجل في كل شيء. يعني في كتير ناس تزعل بأنه كان عندنا شيء راح، لا، لأن المرأة لها كل شيء أيضا وقادرة أن تشارك في كل شيء وقادرة أن تكون في جميع المجالات، فكيف لا أن يكون لها مكان في الكنيسة. ومع الظروف الخاصة التي تعيشها محافظة الحسكة وتكرار حصار بعض الأحياء فيها، سادت الأمنيات بالأمن والأمان والاستقرار وزوال الاحتلالات أجواء الصلاة والعيد في كنائس المحافظة. الوقت غير مناسب لأعمال عدائية، الوقت وقت محبة وفرح. الحصار هو رسائل سلبية لشعبنا، رسائل غير ذي معنى. نحن نطلب من جميع الأطراف في هذا اليوم المبارك وهلا في أيام رمضان وجايين على عيد الفطر السعيد أن نبعث رسائل محبة لبعضنا، فنتمنى من أنه يعم السلام في هذه الأيام. نحن شعب نحب السلام، نحب الجميع، فنتمنى الجميع أنه يبادلونا المحبة والسلام. فصح مجيد وينعاد على الجميع بالخير. نحن بالحسكة عم نعاني من حصار، عم نعاني من أزمات بشكل عام يعني، فنتمنى بقيامة المسيح أن يحل السلام على الحسكة وسوريا بشكل عام. كل عام وانتم بخير جميعا، كل عام وسوريا بألف خير، وقام المسيح حقا قام ونحن شهود على ذلك. تمتزج الأجواء الروحانية لشهر رمضان الفضيل مع أجواء عيد القيامة والشعانين لمختلف الطوائف المسيحية لتجسد حالة سورية معبرة عن الإلفة والمحبة المزروعة في هذه البلاد والممتدة إلى أبد الآبدين. أيهم مرعي، لقناة سما، مدينة الحسكة. تسوية
تستمر تسوية في مراكز السبخة ودبس عفنان بالرقة وحيان وتلعرن بريف حلب. هذا وانضم العشرات إلى التسوية في مدينة دير الزور، وذلك في اليوم الثاني لعودة العمل في صالة العامل وسط المدينة. نشكر سيادة الرئيس على العفو هذا الصدر وعلى العالم هي كلياته والتسهيلاتين والأحسن من هيش، يعني الله يعطيهم العافية. ونتمنى كل واحد برات سوريا أنه يرجع على بلاده ويخدم وطنه، وأنا أولادي كلياتنا فدوا للوطن. أنا جيت لهون علي تخلف جيش، والله يخلينا سيادة الرئيس، والله هون الشباب ما قصروا معنا 5 دقائق عم مشوا الواحد. بتشكر الجميع إن شاء الله، وبتشكر أكثر شيء سيادة الرئيس على الإكرام اللي أعطانا إياه. نحن نشكر السيد الرئيس على العفو وعلى المكرمة اللي منحنا إياها، ونتمنى من الشباب اللي برا يتفضلوا لهون على البلد والعفو يستفيدوا من العفو. وهون الشباب بالمركز قائمين على أكمل وجه، العمل تمام، الله يعطيهم العافية. خلال هذه المكرمة الجميلة من قائد الوطن سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، نتواصل يوميا مع أهلنا في المناطق التي تخضع لسيطرة العصابات المسلحة، ونحظهم بشكل دائم على العودة إلى الأرض وإلى إعادة إعمار هذه الأرض اللي خربتها كل هذه العصابات. وباسمي من هنا أدعو جميع أهلنا في تلك المناطق إلى العودة فورا والاستفادة من هذه المكرمة. وسط انتشار عسكري كثيف لقوات الاحتلال، اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى مطلقين قنابل الصوت والرصاص المطاطي في باحاته. هذا وكانت قوات الاحتلال أغلقت أبواب البلدة القديمة في القدس بسواتر حديدية. وعلى الواقع أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 17 شخصا خلال قمع الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى. عام 2022 يبدو أنه عاما حاسما في تاريخ الأقصى وحاضره ومستقبله. باحات الأقصى ما زالت تشهد اقتحامات مستمرة من قوات الكيان، أطلقت فيها الأخيرة قنابل الصوت على المصلين، هددت فيها أمنهم، بينما خنقت قنابل الغاز حناجر المصلين. نداءات الاستغاثة التي أطلقها المعتكفون المحاصرون عبر مكبرات الصوت لحماية المسجد الأقصى من اعتداءات الاحتلال لم تمنع قواته من استمرار انتهاكاته ومن تنفيذه اعتقالات داخل وفي محيط المسجد الأقصى وتسجيله إصابتين بالرصاص المطاطي في ظل عجز طواقم الإسعاف عن الدخول أو الخروج من المسجد القبلي لمساعدة المصابين، فيما تستمر ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة تندلع فيها مواجهات جديدة في أماكن أخرى في جامعة القدس وفي قرب باب الأصباط. 5 مستوطنين أصيبوا بعد استهداف الحافلات التي تقلهم إلى حائط البراق للرشق بالحجارة من قبل شبان فلسطينيين. أما في العراق فقد أعلنت خلية الإعلام الأمنية الحكومية تنفيذ القوات العراقية الخاصة عملية إنزال قوات محمولة جوا لتفتيش منطقة الجال جنوبية كركوك، وهي إحدى المناطق النائية التي يتحصن فيها إرهابيو تنظيم داعش. وأضافت الخلية أن القوة الأولى تمكنت من تطويق المنطقة، تلتها عمليات إنزال متعددة فوق الموقع الذي يعتبر من المناطق الوعرة جدا. أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها تعتزم استجواب بريطاني آخر احتجزته القوات الروسية في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، كان يخوض القتال كمرتزق
في صفوف قوات حكومية في كييف. يأتي ذلك على خلفية تداول فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي البريطاني للمحتجز الجديد، وهو يؤكد أنه يدعى تشون بيتر وخاض القتال في ماريوبول على مدى 6 أسابيع في صفوف لواء مشاة البحرية 36 للجيش الأوكراني، ويوجد حاليا في جمهورية دونسك الشعبية. أعلنت روسيا تصفية أكثر من 1000 مرتزق أجنبي خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وصرح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف بأن حكومة كييف استخدمت إجمالا قرابة 7000 مرتزق من 63 دولة، وتم توزيعهم بين مجموعات في كييف وخاركوف وأوديسا وميكولايف وماريوبول. أكبر مجموعة من المرتزقة وصلت من بولندا، 1717 شخصا ونحو 1500 آخرين قدموا من الولايات المتحدة وكندا ورومانيا، وهنالك 300 مرتزق وصلوا إلى أوكرانيا من كل من بريطانيا وجورجيا، بالإضافة إلى 193 آخرين جاءوا من الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة تركيا. كذلك أعلنت الدفاع الروسي تدمير مصنع ذخيرة قرب العاصمة الأوكرانية كييف. تم تدمير مصنع ذخيرة في محيط مدينة بروفاري في مقاطعة كييف بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو. سلاح الجو الروسي دمر 68 هدفا عسكريا أوكرانيا، منها معدات خاصة بمنظومة S-300 ومنظومة من طراز أوسا للدفاع الجوي، بالإضافة إلى 6 مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود و40 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية. كذلك تم استهداف رت آليات ما أدى إلى تصفية أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير 21 مركبة مدرعة. أفادت الدفاع الروسية بأنها طالبت التشكيلات القتالية الأوكرانية المتبقية في مصنع أزوفستال للصلب بماريوبول بالاستسلام مقابل الحفاظ على سلامتهم. هذا وكانت الوزارة أعلنت تطهير مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا بالكامل باستثناء المصنع. وفي التطورات اتهمت موسكو الحكومة الأوكرانية بمنع قواتها المحاصرة في مصنع أزوفستال من التفاوض على الاستسلام. ماريوبول ثاني أكبر مدينة في إقليم دونتسك، المدينة الاقتصادية التي تحتوي على عدد كبير من الشركات الصناعية الكبرى تعلنها القوات الروسية بقبضتها، والهدف إن اكتمل سيكون لموسكو ممر يربط شبه جزيرة القرم بدونباس، ومن ثم تطويق إقليم دونباس من الجهات كافة. الدفاع الروسي أعلن تطهير مدينة ماريوبول بالكامل من القوات الموالية لحكومة كييف باستثناء مصنع الصلب أزوفستال آخر معقل للمقاتلين الأوكران في المدينة، والذين تمنعهم القوات الأوكرانية من التفاوض على الاستسلام بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف. روسيا تقدمت بالمبادرة الأخيرة إلى آخر أفراد القوات الموالية للحكومة الأوكرانية المحاصرين في أزوفستال لنزع السلاح والاستسلام بغية إنقاذ أرواحهم، غير أن نظام كييف القومي منعهم من إجراء أي مفاوضات بشأن إمكانية الاستسلام، وأمر قومي كتيبة أزوف بإطلاق الرصاص فورا على كل من يرغب في نزع السلاح في صفوف العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يجد جواباً على الهزيمة سوى الاستجداء بالغرب لتنفيذ وعودهم بتزويد كييف بالأسلحة الثقيلة، أما خياره الثاني هو التفاوض، حيث دعا الغرب لأخذ دور حاسم بإيجاد حل عسكري أو دبلوماسي قبل أن تنهار كتائبه من القوميين. مدينة صناعية وميناء استراتيجي، هكذا يمكن التعريف عن ماريوبول الاستراتيجية المطلة على الساحل الشرقي لأوكرانيا. يعد ميناء ماريوبول الأكبر في منطقة بحر أزوف نظرا لتمتعه بأحواض سفن عميقة، علاوة على وجود مصانع كبرى للحديد والفولاذ فيه. وكان ماريوبول مركزا مهما لتصدير الفولاذ والفحم والحبوب من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط ومناطق أخرى. ماريوبول كان ميناء أساسيا لصادرات أوكرانيا الزراعية، ما يعني تعمق مشكلة سلاسل الإمداد لسنوات طويلة. وإضافة إلى توقف صادرات المعادن، فإن ماريوبول كان، وفي حال وافقت روسيا على حلول وسط بشأن دونباس، تقوم على إعادة إجراء استفتاء يمكن أن يتمخض عنه شكل من أشكال الحكم الكونفدرالي.
فإن ذلك يعني أن إعادة تشغيل الميناء ستحتاج لاستثمارات ضخمة ووقت طويل. وتعد ماريوبول من أهم مراكز التعدين في أوكرانيا، وهي مركز صناعي واقتصادي رئيسي في البلاد، وازدادت أهميتها بعد بناء خط السكك الحديدية عام 1882 الذي ربطها مع مناجم الفحم في دونيتسك، وتحولت إلى أهم ميناء على بحر آزوف بعدما تم إنشاء ميناء ماريوبول التجاري. أراضي ماريوبول هي الطريق البري الموصل من روسيا وشرق أوكرانيا مع شبه جزيرة القرم، وحال السيطرة عليها بالكامل قد تتحول أوكرانيا إلى دولة حبيسة. أظهرت مقاطع فيديو مستودعة للذخيرة أنشأها النازيون من كتيبة أزوف الأوكرانية في مجمع يالطا للاستفتاء بأورزوف بالقرب من ماريوبول. Снаряд 30 миллиметров. Сапуха. إلى عناوين هذه النشرة. إقبال جيد، تسوية أوضاع العشرات من المواطنين في محافظات دير الزور والرقة وحلب. شرطة الاحتلال تعتدي على المصلين والمستوطنون يقتحمون باحات الأقصى. الجيش الروسي يعرض على المتحصنين في مصنع أزوفستال الاستسلام، وكييف تمنع قواتها المحاصرة في ماريوبول من التفاوض. ختام هذه النشرة، شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله.